دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتستقبل 5 محطات مترو جديدة الجمهور بالخط الثالث المترو، وبتعمل المحطات بشكل تجريبي بجمهور، وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة جامعة القاهرة، وهي محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو اللي بتقع بنطاق محافظة الجيزة بمناطق العجوزة والدقي والمهندسين وبولاق الدكرور. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة. هيلتقي الداخلية مع الجونة الساعة 4 العصر، في 7 مساء هيلتقي بيراميدز مع سيراميكا، في نفس التوقيت هيلتقي فاركو مع بلدية المحلة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 2 مباريات مهمة في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع 34 من عمر المسابقة. هيلتقي برايتون مع تشيلسي الساعة 10 إلا ربع، في 10 ليلاً هيلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.